بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم احبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوار فطنية 81 فول 2، والذي سوف اتناول فيه موضوع البطارية الخاصة بالحاسوب. سوف اشرح لك يعني كيف تقوم باسترجاع كفاءتها يعني كما كانت من قبل، وحتى ايضا يعني اذا كانت لديك بطارية يعني ميتة خلاص يعني الشحن فيها يعني لا يدوم حتى أكثر من دقيقة، فتستطيع إرجاعها إلى حالة نوعا ما جيدة بهذه الطريقة وتدوم أكثر مما كانت عليه. ثم أيضا سوف أتناول يعني في نفس الموضوع بعض الجوانب التي وبعض النقاط التي يجب عليك دائما تطبيقها على حاسوبك حتى لا يستهلك يعني لا تستهلك بطارية الحاسوب بشكل مفرط أحبابي في الله. بالتالي سوف يكون درس كامل حول بطارية الحاسوب. بالتالي إذا كنت تريد يعني أن تقوم بإرجاع بطارية حاسوبك إلى حالتها الجيدة أحبابي في الله، فعليك تطبيق هذه الأشياء. إزالة يعني البطارية من الحاسوب، أخذ يعني كيس بلاستيكي، هذه الطريقة لا غبار عليها فعالة. وضع يعني في كيس بلاستيكي بهذا الشكل بإحكام، كما ذكرت يجب أن لا يتسرب الهواء نهائيا، يعني هذا يستحب أن تأخذ لاصق وتلف بشكل جيد كما ذكرت يعني على البطارية. يمكن لك استعمال كيسين ثلاثة أكياس، المهم هو لا يتسرب يعني الهواء إلى البطارية. سوف نأخذ يعني مثلا لاصق وسوف أقوم بلفها بإحكام. بعد أن غلفناها يعني بشكل جيد بإحكام أحبابي في الله كما سوف تشاهدون، مع التأكد بأنه ليس هناك أي فجوة يمكن أن يدخل منها يعني الهواء، سوف تقوم بوضعها في المكان المتجمد يعني في الثلاجة لمدة 24 ساعة. طبعا مدة 24 ساعة أو أكثر من ذلك، كلما خليتها يعني أكثر كلما كانت النتيجة مبهرة، وهذا عن تجربة شخصية. طبعا سوف تقوم بإدخالها في المكان المتجمد ثم تقوم بإغلاق الثلاجة وخليها يعني 24 ساعة كما ذكرت. طيب بعد مرور 24 ساعة وأكثر سوف تقوم طبيعة الحال بإخراج البطارية من الثلاجة، ثم تقوم بإزالة الغشاء البلاستيك الذي قمت بلفه عليها عفوا يعني. ثم بعد ذلك لا تقوم بوضعها مباشرة على الحاسوب، بل قم بوضعها في مكان معتدل وخليها نوعا ما حتى يتم امتصاص منها يعني البرودة التي كانت عليها في يعني الثلاجة. بعد ذلك قم بشحنها يعني قم بإدخالها في الحاسوب، ثم قم بشحنها لحين ما تصل إلى أكثر من 95% يعني في الشحن، يستحب أن تصلها يعني إلى 100%. ثم بعد ذلك سوف تشاهد بأن كفاءة، وعن تجربة شخصية صراحة هذه الطريقة مفاجئة كثيرا، سوف تشاهد بأن بطارية حاسوبك عادت يعني إلى حالتها الجيدة والشحن فيها سوف يستمر لساعات أكثر أحبابي في الله. طبعا هذه كانت طريقة لجعل بطارية حاسوبك تشحن يعني أو يعني تعود إلى حالتها الجيدة. نمر الحين إلى بعض الأشياء التي يجب عليك القيام بها في الويندوز على حاسوبك حتى تجعل يعني بطارية حاسوبك أيضا يعني تشحن وتستمر لمدة أطول ولا يتم يعني استهلاكها بشكل أكبر إن صح التعبير. فهذه الخطوات التي سوف نشرحها مهمة أن تقوم بتطبيقها أيضا. طيب بعد أن قمت بالعملية التي شرحناها ثم شحنت يعني البطارية الخاصة بحاسوبك لحد ما تصل 100% وقمت بإزالة منها الشاحن، بالتأكيد سوف تشاهد بأنه البطارية سوف تعمل أكثر يعني مما كانت عليه من قبل، وعن تجربة شخصية كما ذكرت وبطريقة مضمونة. الحين سوف أعطيك مجموعة من النصائح التي يجب عليك القيام بها في حاسوبك لكي دائما تحافظ على مدة عمل يعني البطارية أحبابي في الله. لهذا سوف تقوم بالذهاب إلى خيارات يعني الطاقة، سوف تذهب ضغطة اليمين للماوس على البطارية ثم الضغط على Power Option يعني خيارات الطاقة، ثم خليها دائما يعني على هذا الخيار أحبابي في الله، ثم حدد نوعا ما إضاءة منخفضة يعني لحاسوبك، هذا مساعد أيضا لحماية عينيك من أشعة الحاسوب، بالتالي خليها في النصف وخلاص. وبهذه الطريقة سوف أيضا يعني تقتصد وسوف تجعل بطارية حاسوبك تعمل بشكل طويل أحبابي في الله. إذا كان لديك أيضا يعني مثلا البلوتوث مفعل
أو مجموعة من الأشياء التي تراها يعني تستهلك الطاقة، فقم بتعطيلها مباشرة أحباب في الله. خيار آخر يمكن لك يعني من خلاله إصلاح المشاكل ومسببات يعني نفاذ الطاقة، طاقة البطارية على حاسوبك. هناك موجودة أداة في الويندوز أنصحكم بعملها، يعني الدخول إليها من خلال لوحة التحكم الخاصة بحاسوبك، يعني بانيل دي كنترول، ثم الضغط على هذا الخيار كما سوف تشاهدون، يعني إصلاح المشاكل. ثم بعد ذلك اضغط، يعني هنا يعطيك مجموعة من الأشياء التي يمكن لك إصلاحها، مثلا مشاكل يعني الاتصال بالإنترنت إلى غير ذلك. فما يهمنا هو الطاقة يعني والبطارية أحباب في الله. بالتالي سوف تضغط على هذا الخيار، ثم عبر هذه الأداة سوف يقوم الويندوز ب يعني إن صح التعبير إصلاح المشاكل التي تؤدي إلى نفاذ البطارية بشكل سريع. بالتالي سوف تضغط على Next ثم تنتظر حتى يتم يعني حتى تتم هذه العملية أحبابي في الله. بعد ذلك خلاص تم كما سوف تشاهدون إصلاح مجموعة من المسببات التي تؤدي إلى يعني نفاذ البطارية في حاسوبك. أقول هذا لكي أختصر أحبابي في الله. هناك أيضا بعض المشاكل التي يعاني منها مجموعة من الإخوة الكرام، بعد مثلا أن يقوم بشحن بطارية حاسوبه ثم يقوم بإزالة يعني الشاحن، فأحيانا لا يصله إشعار بأنه البطارية قريبة من النفاذ، يعني ثم يتم إغلاق الحاسوب بدون سابق إنذار. هنا مشكلة يعني خاصة أحبابي في الله متعلقة بعملية كليبريت أو كليبريشن يعني أو المعايرة. فمجموعة من شركات الحاسوب تنصح بعمل معايرة للبطارية من وقت لآخر. هناك مجموعة من الأدوات التي تقدمها يعني شركات يعني الحواسيب، لكن بحكم أنني أمتلك شخصيا اتش بي وقد تمتلك آسير وقد يمتلك يعني شخص آخر مثلا نوفو إلى غير ذلك، فمن المستحيل أن أشرح لكم كل أداة على حدة. بالتالي يمكن لك عمل ذلك يدويا بنفسك، يعني بدون الحاجة إلى الـ يعني أي أداة، فقط بشحن البطارية لحين ما تصل إلى 100%، ثم لا تقم بنزع منها يعني الشاحن، فقط خليه يعني بعد أن تصل 100% خليه الشاحن في البطارية أو في الحاسوب لمدة يعني تقريبا تزيد عن ساعتين. يعني بعد أن تمر يعني ساعتين قم بالذهاب إلى خيارة الطاقة دائما كما سوف تشاهدون أحباب في الله، ثم اضغط على يعني change plan setting هنا، ثم خليه يعني في never يعني كما سوف تشاهدون. هذا العمل يعني معايرة للبطارية الخاصة بالحاسوب never. أيضا اضغط على save يعني حفظ التغييرات، ثم اضغط مرة أخرى على نفس الصفحة، ثم اضغط على change advanced power أحبابي في الله، ثم اذهب إلى يعني battery يعني سوف تجدها في الأسفل كما سوف تشاهدون، قم بالضغط عليها، ثم في critical battery action خليه يعني على ما تشاهده الحين يعني عندي أنا شخصيا، وفي critical battery يعني level يعني هنا كما سوف تشاهدون أحباب في الله خليها على 5% كما سوف تشاهدون، 5%، ثم اضغط على بلي ويعني حفظ التغييرات. وهكذا قم بنزع يعني الحين بعد أن تركته لمدة ساعتين، قم بنزع يعني الشاحن من حاسوبك، ثم خلي البطارية الحين ما تصل 5%، وسوف يتم يعني إدخالها في وضعية سليب أحباب في الله. هكذا تكون قد عملت عملية معايرة للبطارية التي تنصح بها يعني الشركات أحباب في الله القيام بها من وقت لآخر. أيضا يعني أنصحكم ببرنامج رائع جدا، سوف تجدون رابطه أسفل الفيديو. هذا البرنامج الذي يساعدك في اقتصاد إن صح التعبير يعني وحل المشاكل أيضا التي تسبب أيضا في نفاذ البطارية. طيب يعني فسوف فقط تقوم حتى نختصر بالضغط على الران دياجنوستيك، ثم انتظر قليلا حتى يتم عملية يعني اختيار إن صح التعبير الإعدادات التي سوف تجعل بطارية حاسوبك تعمل لمدة طويلة جدا. في الأخير اضغط على اوبتيميز باتري لايف، وهكذا سوف توفر مدة طويلة جدا من عمل البطارية. فالبرنامج مهم مهم جدا، يعني ادعوكم لتحميله من الموقع الرسمي الرابط سوف تجدونه أسفل الفيديو. أتمنى أن الدرس قد أفادكم.
لكم ووضعت لكم بعض النصائح حتى نختصر وحتى لا يكون الفيديو طويل. لا تنسوا زيارتنا دايما على موقعنا دو الفيديو الفيديو البونتيك على 5.com، ولما لا صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حرف 981 فول. ايضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات، لايك للفيديو ومشاركتي حتى يستفيد الجميع. في امان الله.